لو تقريبا احنا ما كناش حاضرين غير الناس اللي كانوا صوروا داك الشيء وهذا. بالنسبه لي باش نعرفوا كاين العلو بزاف هاد الدار اللي حدانا هنا ما بقاش كتبان كامله، فالسطح ديالو هو اللي كيبقى كيبان، وهذه راه طلع هذه البروميان ديالها راه وفي داك الصف اللي ملي راه دخل من الديور وخرج ودار كاع المواعن الماتيريال ديال الدور كاع داهم، وثلاثه الديور في هذا الصف هذا اللي من هاد الجهه على الواد داهمهم هزهم كل شيء اليوم، والسيارة تا هما شي سيارة شحال من وحدة دا، وهادو الفاد كراج تا هما في لابينونس تما كتشوفوها، حيت كان هذاك كراج دخل الكراج ولا إله إلا الله محمد رسول الله، هادشي اللي غنقول ما وقع عندنا ما نقول شي قدر الله نسأل اللطف. اش غنقول لك راه ما نكذبش عليك، كون دخلت للدوار والله العظيم إلا البكية طاحت ليا، ما كديش نزيد رجلي كركابية تحشو، لأنك تي كدور كتشوف واحد المنظر وكترتاح، دابا كتشوف كلشي مشى كلشي، ولكن كيف قلت لك الاهم ديال هادشي واهم كانت واحه ما كانت واحه، قلت لك ما تشوفش هي ما تشوفش ديك الدور اللي من اللي بالنخل والشجر، ما تشوفش الصف اللي من اللي كتقول ما تشوفش ديك الصف اللي من اللي، ولكن قلت لك الاهم شي كلشي كيخلف الله شي غادي تقدر الشجر داكشي غادي يعاود ينوض وهذا، ولكن كيف قلت لك هاد جوج الناس اللي فقدنا في هاد الدوار عندنا هما اللي النواره ديال شنو نقول لك الضوء ديال هاد البلاد، الضوء ديال هاد البلاد ما كانش اييه كنشوفو ديالتي ها الطوموبيل ديال هو المسكين اللي كياخذها كل صباح، كيكون عندهم واحد ثلاثه اربعه كيديهم لواحد البلاصه ديال الدياليز كيديهم تيجلس معاهم تما حتى كيجيو يحطهم، ومني كيحطهم كان عنده السياره ديالو خاصه كيحط اللي عيط عليه شي واحد ثاني بغى يمشي شي بلاصه ولا شي حاجه كيديه بالليل وقت ما كيدي مسكين، واللي عطيتيه كيقول لك الله يخلفو ديما ضاحكين ديما بجوجهم سبحان الله العظيم، هو غير مسكين موظف عادي وصافي جماعه فاش كيخدم كيخدم في الصباح كيدي هذوك الناس مثلا مع الفجر 11 ونص 12 كيجي وكيريح مسكين هنا في الدوار وهذا، يا ما تقريبا ماشي بزاف يلا ما كامل الشهر باش يبدا في لابينونس اللي يعني ما عندوش الوليدات غير الزوجه ديال ما عندوش الوليدات، هو مسكين سميتو ابو قاسم علي من العائله ديالي نيت مسكين الله يولي برحمه الله. نعم ثاني ولد الخاله ديالي حتى هو ولد خالي ديالي هذاك فقيه ودير السياره ديالو هنا حتى هو سياره ديال الاجره، المهم كيدي لنا كيف قلت لك كاين اللي برغبه السكان كيديهم وكيديهم للسوق يتقدى ليهم، اللي بغى ما يمشيش كيتقدى ليه، نفس المشكل كاين حتى الدواور اللي تحتنا من هنا كيمشي، المهم قلت لك راه ما مشاش لنا غير حنا، مشى حتى الدواور كامل لنا اللي وقف على شي حاجه ولا شي حاجه، وقت ما عيطتي عليه بالليل بالنهار الله يرحم والديك اختي كيقول لك بسم الله كيديك، كانوا هنا قدام لابينونس هنا ماشي جالسين جايين نسمعوا الصداع ديال الواد جاي، وكانوا الطوموبيلات ما كانوش في الكراج، قال لي نمشيو ندخلهم، وديك السرعه باش كان جايبها الواد ما توقعهاش مساكن، حتى دخلهم هذه لابينونس في الكراج دابا هي راه الحس الصور داد مع هذا خرجوا سبحان الله العظيم كيقولوا خرجوا داهم لا أزمة الصراحة دوار واحد الدور كيقولوا لك واش قال حيت من تما كيبدا علموا قال المدير هذاك الشيء اللي جاي راه كثير بزاف ما وصلت ساعة تقريبا هكاك تحس سمعوا الناس هذاك الشيء جاي هابط ولا إله إلا الله محمد رسول الله ما هذا ما حدث الله يبارك خويا الله يحد الباس الله ينصر سيدنا. ونسيت نقول لك السيد ديالنا السيد اللي يمكن اللي عندنا في البلاد هو الاخ ديالو وعمي نيت عمامي نيت بجوج ابو قاسم حسن الحاج حسن ومحمد الله يجازيهم بخير الله يكثر من امثالهم ربي تبارك وتعالى يديرهم في الحجاب، هما اللي كيجروا مساكن راه ما ثلاث يومين هادي راه والله مساكن ربي طالع بهم ربي مطالع بهم سير هنا كيجريو كي على المصالح ما كتيطلو غير المصالح الجميع القبيل من واش قال حتى الثمانات الله يجازيهم بخير الله يطول لهم في عمرهم، هادشي اللي غادي نقولوا الله ينصر سيدنا وهادشي اللي غادي نقولوا السلام عليكم.